الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله ولا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، موجة إلحاد، كثرة أطروحات، صخب وضجيج، مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، نظريات، فرضيات، إشكالات، شبهات، يجي سؤال: أين الطريق؟ وكيف لهذا الإنسان المسكين أن يميز بين الحق والباطل في خضم هذا الركام الهائل من الأطروحات؟ هل يجب عليه أن يتصفح وأن يتفحص كل ما يطرح في السوق الثقافية؟ وهذا لا، الإنسان عند الوقت لذلك، العمر أيضا محدود، متطلبات الحياة وغير ذلك، أم يبقى معلقا ريثما يأتي على استقصاء كل ما يطرح؟ وبالفترة اللي ينفقها الإنسان على مطالعة ما ينشر راح تطلع آنا فآنا عشرات المقالات وتعرض أمام أنظار الناس، فساعتها هذه ما الذي ينهيها؟ قصة لها بداية وليست لها نهاية، فيبقى الإنسان تائها حائرا إلى آخر عمره، أم كيف السبيل؟ القضية أحبتي، أولا يحتاج الإنسان في خضم كل هذا الصخب أن يجلس مع نفسه جلسة تدبر وتأمل، ويخرج نفسه من هذه المعمعة حتى لا يصيب حالة التشتت والذهول أمام هذا الكم الهائل من المعطيات. من يجلس مع نفسه ويتأمل هيجي بهدوء وسكون، ينطلق من أموره المسلمة من وجدانياته، وحينئذ كثير من هذه الأطروحات يراها تتلاشى. ليش؟ لأنه هذه الأطروحات تكتسب حيويتها من حالة التحديات اللي تصير في عالم الجدل والنقاش والمحاججة ونحو ذلك. أما من يقعد الإنسان حينما يقعد مع نفسه، يجلس مع نفسه بعيدا عن هذه التحديات والحدة التي تستثيرها، ويشوف أنه لا، هو صدقا يفكر بالحق وينشده بعيدا عن المماحكات، بمعزل عن هذه المناكفات، ساعتها كثير من الحقائق تتجلى أمامه بوضوح. ولذا لابد وأن نخصص وقتا، هذا الوقت نعيش به بحالة من الترسل، حالة من الطبيعية والحقيقية مع أنفسنا، ونشوف قضايانا، وجودنا، محلنا من الإعراب في هذا الوجود ما هو. وإذا عرفنا أنفسنا وشخصنا موقعيتنا، ساعتها شيئا فشيئا نقدر نلتفت من أين لنا أن نأتي بما يقينا المصير الوخيم، ويقينا الأخطار، وما يوصلنا إلى بر الأمان. لذا أحبتي، تفكروا، ساعة خير من عبادتي 70 سنة.